Mignon, finikish. Mignon, finikisha. Mignon, هذه الكلمة جد متداولة في اللغة الفرنسية. تتعني شي حاجة لطيفة للغاية. شي حاجة صغيرة وزوينة وظريفة. يعني شي حاجة صغيرة وزوينة. يعني سواء كان وليد صغير أو شي بنيتة صغيرة أو شي ديكور أو شي دار زويونة. يعني هذا هو المعنى. يعني شي حاجة صغيرة وزوينة. يعني كيا دو شارم اي اون سيغتان غراس. Qui a du charme et une certaine grâce. يعني شي حاجة زويونة وكتيكيتا تنقولو أو كتكوتا. يعني هذا هو المعنى. بالعربية نقول جذاب جميل لطيف. يعني نشوفوها في مثال باش نزيدو نفهمو أكثر. Quelle est mignonne cette petite fille. Quelle est mignonne cette petite fille. وزويونة هاد بنيتا الصغيرة. كتيكيتا وصافي. Quelle est mignonne cette petite fille. نشوفو مثال آخر. مثلا دابا المرأة ملي تتمشي عند شي صاحبتها مثلا تدخل عندها الدار تتلقى الدار عندها مفركسة وزويونة ومقادة تتقول لها سي مينيون شي فو. سي مينيون شي فو. يعني الدار أو المحل عندك مفركس وزويون. سيتادير كي إي جوليمون أرونجي إي بيان ديكوري. كي إي جوليمون أرونجي إي décoré. يعني joliment arrangé, c'est-à-dire مقاد مزيان. يعني décoré, يعني bien décoré. يعني décoré مزيان. هاد mignon عندها معنى آخر تتعني دو gentil et aimable. يعني شي حاجة ظريفة ومحبوبة. هذا هو المعنى الآخر. نشوفوها في مثال. Les enfants ont été très mignons ce week-end. Les enfants ont été très mignons ce week-end. L'oulidette kanou drifin fed le week-end. L'oulidette kanou drifin fed le week-end. Yani hada huwa l'ma'na al-thani. Yani mithal akhar. Je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. Yani ajidu hada لطيفا. إيه دابا شي واحد تيبغي يسول شي واحد تيقول له كي جاتك هاد الحاجة مثلا تيقول له جو تروف سا مينيون. أجد هذا لطيفا. يعني داك الشيء زوين. أو مثال آخر نشوفو عاوتاني. ريكاردي سا كوم سي مينيون. ريكاردي سا كوم سي مينيون. بالعربية نقول انظر لهذا كم هو جميل. دابا البنت منين مثلا دابا البنت منين تتعجبها شي حاجه مثلا نقولوا شي وليد صغير او شي بنيته صغيره تتقول لصاحبتها شوفي شوفي على من زويناتو او شوفي شوفي على من زويناتها.